الدور ديالنا خويا حنا كشركه كازا بيئه كنجيو هنا بهذه المناسبه هذه ونطلبوا الله يتجاوز عنا هذه المرحله هذه في خير وسلام. كنجيو كنعقموا المكاتب والادارات العموميه والسبيطارات بالمستشفيات والمقاطعات الاداريه وكل من هي حاجه تابعه للادارات العموميه وكنعقموا هذا الشيء هذا باش ما يكونش واحد التكاثر ديال المرض هذا. وكنطالبوا حتى من الناس تساعدنا شويه، انسان اللي بغى يقضي شي غرض ولا سميتو يبعد من 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 صاحبه ولا من الشخص اللي غيكون واقف حداه وما يبقاش في اللي بانت ليه البلاصه اللي بانت ليه يتكى عليها وسميتو، انسان يعرف كيفاش عاد. ونطلبوا الله تبارك وتعالى يتجاوز لنا هذه المرحله وغادي يكون غير خير ان شاء الله. السلام عليكم. حنا الان في مقاطعه بن مسيك وكي كتشوفوا ان بالنسبه للعمال تاع المقاطعه قايمين بالواجب ديالهم، كتشوف انهم حاولوا انهم يطهروا المكان المكاتب وهذا كيجعل ان المرتفق يجي هو مرتاح والموظف يقوم بالعمل ديالو مرتاح. كنشكروا هذه البادره هذه الجيده وكنتمنوا انها تعمم في جميع المقاطعات ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.